السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي في شابتر جديد، شابتر باثولوجي اوف ذا بريست. هنستعرض مع بعض ديزيز اوف ذا بريست، وقبل ما نبتدي في ديزيز اوف ذا بريست هنعمل ريفيو سريع كده على الهيستولوجي والاناتومي اوف ذا بريست، واكيد انتوا عارفين اناتومي والهيستولوجي احسن مني بكتير. البريست بيبقى موجود في الانتيريور تشيست وول قدام الريبس والانتركوستال ماسلز اللي بينهم، يعني دي الريبس اللي باينه في القطاع على انها دواير، وبينهم وبين بعض الانتركوستال ماسلز. البريست بيبقى موجود قدامهم فوقي السكين، وبين البريست وبين الريبس والانتركوستال ماسلز في عضله اسمها بيكتوراليس ماسل. البريست بقى نفسه بيتكون من ايه؟ البريست بيتكون من جزئين، ستروما عباره عن ان هي فايبرو فاتي، يعني ايه؟ يعني فات وفي شويه فايبرس تيشو خفيف جدا. والبارينكيما، البارينكيما بتاعتنا بتتكون من لوبس، لوبس يعني فصوص زي فصوص البرتقال كده. كل لوب بيتكون من لوبيولز اصغر، وفي الاخر كله بيتجمع عن طريق اللاكتيفيروس داكتس وبتصب في منطقه النبل والاريولا. يبقى احنا لو نراجع مع بعض الاناتومي اوف ذا بريست هنعرف ان البريست موجود في الانتيريور تشست وول، موجود قدام الريبس والانتركوستال ماسلز ان بتوين، وهم موجودين تحت السكين. بينها وبين الريبس والانتركوستال ماسلز البكتوراليس ماسل. البريست بيتكون من جزئين، جزء ستروما يعني شبكه قاعده عليها عباره عن ان هي فاتي وفيها شويه فايبرس تيشو، وبارينكيما اللي هي عباره عن انها متقسمه للوبس زي فصوص البرتقال، كل فص منهم بيتقسم لفصوص اصغر اسمها لوبيولز، وكل ده في الاخر بيصب عن طريق اللاكتيفرس داكتس الماشيين دول لغايه ما يوصلوا لمنطقه النبل اند اريولا. طيب تحت الميكروسكوب لو اخذنا سيكشن في البريست هنشوف ايه؟ هنشوف برضو جزئين، جزء الاستروما بتكون من فاتي تيشو شويه فايبرس تيشو، الفاتي تيشو اللي هو بيبان ابيض والفايبرس تيشو اللي هو لونه بينك، وبعد كده البريست بارينكيما بتكون من لوبيولز. اللوبيولز دي بتكون من ايه؟ من البريست اسيناي اللي هي الدوائر الصغيره دي، وكل مجموعه اسيناي بتبقى ريليتد لضغط واسعه كده، ديت اللي هي بتنقل البريست، بتنقل الملك اللي اتكون وتوصله للنبل والاريا. يبقى احنا البريست لوبيول بيكون من ايه؟ بيكون من مجموعه من الاسيناي اللي هم المدورين الصغيرين دول، وبيبقوا ريليتد لضغط اللي هي الواسعه دي. طب سواء كانت الاسيناي او الضغط تحت الميكروسكوب بيبقى ليهم نفس المنظر، كل واحده فيهم بتبقى مدوره كده ليها اليومن من جوه فراغ تجويف، وبتبقى متبطنه بتو لاير اوف سيلز، ادي لاير ودي لاير ثانيه. اللاير الانر بتبقى كيوبويدال، واللاير الاوتر بتبقى فلات مايو ابيثيليال. اللاير الانر كيوبويدال دي اللي بتصنع الملك، وبعد كده اللاير الفلات اوتر دي بتبقى مايو ابيثيليال. مايو يعني زي العضلات كده ليها كونتراكتايل اكتيفيتي، بتقدر انها تكونتراكت على الاسنس وتاجكت الملك في اتجاه النبل والاريولا. دي صوره مرسومه بالايد دايجرام، ودي صوره حقيقيه بلاقي هي الضغط او الاسنس، يعني هما الاثنين نفس المنظر تحت الميكروسكوب. بتبقى ليها انر كيوبويدال سيلز واوتر فلات مايو ابيثيليال سيلز، بتبقى متكونه من تو لايرز، والستروما اللي بره فاتي وفيها شويه فايبرس تيشو. يبقى انا البريست كهيستولوجي بيتكون من لوبيولز، كل لوبيول منهم بيتكون من مجموعه من الاسيناي ريليتد لضغط، سواء الاسنس او الضغط بتبقى لايند باي تو لايرز اوف سيلز، انر كيوبويدال واوتر فلات مايو ابيثيليال سيلز. طيب هنمسك بقى الديزيزز اللي هي بتيجي في البريست. اول مجموعه من الديزيزز مجموعه انفلاميشنز، مجموعه الانفلاميشنز اللي بتحصل في البريست عندنا في اربع عناوين موجودين عندنا، اللي هم اكيوت ماستايتس، ماماري دكت اكتيزيا، فات نيكروزس، جرانيولوميتس ماستايتس. كلمه ماست دي معناها يعني بريست، ماستايتس يعني انفلاميشن في البريست، كلمه ماماري برضو يعني بريست، فاحنا كلمه ماست او كلمه ماماري الاثنين دول معناهم بريست. هنبدا اول واحده معانا اللي هي الاكيوت ماستايتس. ايتس يعني ايه؟ ايتس يعني انفلاميشن، ماستايتس يعني بريست انفلاميشن. البريست انفلاميشن ده اول نوع عندنا اكيوت. اكيوت يعني ايه؟ يعني حاجه بتحصل سادن اونست، بتحصل سادن اونست وشورت ان ديوريشن، يعني بتحصل فجاه، يعني بتحصل الديوريشن من اول ما الديزيز بيحصل لغايه ما البيشنت ما بيجي لها السيمبتومز بتبقى قصيره، الاونست بتاعتها بتبقى سادن او رابد، فده اكيوت ماستايتس. زي ما احنا عارفين من الجنرال لما الشخص بيبقى عنده اكيوت انفلاميشن بيبقى عنده لوكالي في الاورجن اللي فيه الاكيوت انفلاميشن بين وريدنس وسوالينج، فهي بالظبط البيشنت بتيجي بتشتكي من بين في البريست وبيبقى البريست ريد وسوولن، يبقى هي جايه شكوتها عندها بين وبيبقى البريست ريد وسوولن. طيب البيشنت اللي بيجي لها اكيوت ماستايتس دي بتكون واحده لاكتيتنج، يعني بتكون في منطقه في مرحله انها بترضع، بتكون ديورنج اللاكتيشن
بتبقى مشكلتها انها مع شويه بور هايجين، يعني عدم اعتناء بالنظافه الشخصيه، بيبقى عندها كده نبل فيشرز، فالانفكشن بتدخل البكتيريا اللي هي موجوده في الجلد بتدخل عن طريق الفيشرز دي، بيبقى في تشققات في منطقه النبل وهي لاكتيتنج، فبتدخل بعض البكتيريا عن طريق التشققات اللي هي الفيشرز دي وتدخل جوه تعمل اكيوت ماستايتس. الاكيوت ماستايتس بيعمل اكيوت ابسس، بيعمل خراج موجود في البريست. تمام، البكتيريا اللي بتعمل كده ستافيلوكوكاي. احنا عارفين ان ستافيلوكوكاي بتعمل، هي اشهر بكتيريا بتعمل ابسس. الابسس ده عباره عن انه لوكالايز سابيوراتيف انفلاميشن، كنا عارفين من الجنرال الانفلاميشن يا اكيوت يا كرونيك، والاكيوت يا سابيوراتيف يا نون سابيوراتيف، والسابيوراتيف يا لوكالايزد يا ديفيوز، واللوكالايزد اللي هو الابسس. واشهر حد بيعمله هي الستافيلوكوكاي. فالستافيلوكوكاي اللي موجوده في منطقه السكين نتيجه البور هايجين بتدخل عن طريق النبل فيشرز في واحده لاكتيتنج، عشان بيبقى فيه ستاجنيشن للميلك، بيبقى فيه الميلك بيبقى موجود في البريست بيبقى ستاجننت، فاي حاجه فيها ستاجنيشن بتبقى ميديوم كويسه للانفكشن. فالانفكشن بتدخل عن طريق الفيشرز التشققات اللي موجوده في النبل دي وتروح تعمل انفكشن في البريست اللي هو بيعمل اكيوت ابسس. ممكن الاكيوت ابسس ده لو ما اتعالجش ساعتها ممكن يتحول الى كرونيك ابسس. احنا كنا عارفين من ايام الجنرال ان من ضمن الكومبليكيشنز لاي اكيوت انفلاميشن انه يقلب كرونيك، فالاكيوت ابسس ممكن يتحول الى كرونيك ابسس. يبقى عيانه الاكيوت ماستايتس جايه بتشتكي من بين وريدنس وسولن بريست، هتسالها انت لاكتيتنج ولا لا؟ هتقول لك اه انا لاكتيتنج. مشكلتها ايه؟ ان في عندها بكتيريا موجوده على السكين اسمها ستافيلوكوكاي بتدخل عن طريق التشققات اللي هي الفيشرز اللي موجوده في النبل، بتدخل تعمل لها اكيوت ابسس اللي لو اتساب وما تعالجش هيتحول الى كرونيك ابسس. يبقى دي عيانه جايه بتشتكي من بين وريدنس وسولن بريست، جت تقول لك انا لاكتيتنج. فانت فهمت ان البكتيريا اللي موجوده في السكين اللي اسمها ستافيلوكوكاي دخلت عن طريق النبل فيشرز، دخلت عملت ايه؟ عملت اكيوت ابسس. الاكيوت ابسس ده لو انت ما عالجتهولهاش هيتحول الى كرونيك ابسس. ده اول ديزيز عندنا اسمه اكيوت ماستايتس، ده انفلاميشن اكيوت في البريست. الانفلاماتوري ليجن الثاني اسمه ماماري داكت اكتيزيا. الماماري داكت اكتيزيا دي حاجه مشهوره الى حد ما، بتيجي في الاكثر في السن اللي هو حوالي ال 45، ده ملوش اي علاقه باللاكتيشن، هو السبب بتاعه مش معروف. البيشنت بقى بتيجي بتشتكي من ايه؟ بتيجي بتشتكي من ماس قرب الاريولا، حوالين منطقه الاريولا بتبقى ماس كده بولي ديفايند. يعني ايه؟ يعني مش ديفايند زي البطانه، يعني ماس ملهاش حدود واضحه، بولي ديفايند بيري اريولار ماس. او بتشتكي من ان عندها نيبل سيكريشنز فيسكس كده، يعني لزجه، يعني بتنزل عندها افرازات من النبل، او انها جايه بماس حوالين الاريولا. يبقى البيشنت بتيجي يا اما ماس بيري اريولر بتكون بولي ديفايند، يا اما نيبل سيكريشنز بتكون فيسكس. يبقى هي بتيجي تشتكي لك من ماس حوالين منطقه الاريولا او افرازات نازله في من النبل بتكون فيسكس، او بتشتكي من الاثنين مع بعض. طيب احنا تحت الميكروسكوب بنشوف ايه؟ الديزيز هو بيغششني، اسم الديزيز بيغششني. الديزيز اسمه ماماري داكت اكتيزيا. يعني ايه ماماري داكت اكتيزيا؟ ماماري يعني بريست، داكت الداكتس بتاعت البريست فيها اكتيزيا. اكتيزيا يعني ايه؟ يعني اتساع، كلمه اكتيزيا يعني واسعه. فاحنا بنشوف ايه؟ بنشوف داكت دايلاتيشن، يعني الداكت بتاعتها بتبقى دايليتد، بنشوف الداكت دايليتد. ماماري داكت اكتيزيا بيبقى الداكت دايليتد كده، بيبقى جواها انسبستيشن اوف سيكريشن، يعني السيكريشنز اللي جوه دي بتبقى متراكمه كده ومتجبنه، بيبقى فيه انسبستيشن اوف سيكريشن. وحوالين الداكت بيري داكتل، يعني حوالين الداكت بيبقى فيه انفلاماتوري سيلز من النوع الكرونيك. كرونيك يعني ايه؟ يعني ليمفوسايتس، بلازما سيلز، ماكروفاجز، وممكن الاقي شويه جاينت سيلز. وكل ده عشان هو كرونيك انفلاميشن، في النهايه هيحصل ايه؟ هيحصل فايبروزس. يبقى انا الماماري داكت اكتيزيا تحت الميكروسكوب اسمها اللي غششني. اسمها غششني ازاي؟ قال لي ان انا عندي اكتيزيا في الماماري داكتس. يعني ايه اكتيزيا؟ يعني اتساع، عندي اتساع في الماماري داكتس، عندي اتساع في الماماري داكتس، يعني داكت دايلاتيشن. في حاجه جوه الداكت وحاجه بره الداكت. الحاجه اللي جوه الداكت سيكريشنز حصل لها حاجه اسمها انسبستيشن. انسبستيشن يعني متجمده كده، يعني انسبستيشن اوف سيكريشنز. طب من الضغط من بره بتبقى حواليها بيري داكتل، كرونيك انفلاماتوري سيلز، ليمفوسايتس، بلازما سيلز، ماكروفاجز، جاينت سيلز اند فايبروزس. احنا عارفين من ايام الجنرال ان كرونيك انفلاميشن عنده ثلاثه انفلاماتوري سيلز رئيسيه اللي هم الليمفوسايتس والبلازما سيلز والماكروفاجز. جاينت سيلز هي عباره عن انه اتحاد مجموعه من الماكروفاجز.
وفي الاخر اي مصير اي كرونيك انفلاميشن يبقى فيه فايبوزس. يبقى الميموري دوكت اكتيزيا دي عينه بتيجي حوالين سن ال 45، اكبر شويه اصغر شويه، بتيجي تشتكي لك من ايه؟ بتشتكي لك ان عندها ماس حوالين منطقه الاريولا، بتكون بولي ديفايند يعني ملهاش حدود واضحه، بتبقى او بتشتكي من سكريشنز فيسكس نازله عن طريق النبل. تحت الميكروسكوب لو اخذت منها عينه هتشوف ايه؟ هتشوف من اسمها. لو هو جه حد سالك وقال لك احنا لو حد جه سالك وقال لك ميموري دكت اكتيزيا اوصف الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعتها، اسمها هوششنا. الدكت فيها دايلاتيشن وجوه في حاجه انسبيسيشن اوف سيكريشنز، بره في حاجه بريدكتال كرونيك انفلاميشن ريتش ان بلازما سيلز فومي ماكروفاجز جاينت سيلز اند فايبروزس. فيبقى انا عندي دكت واسعه جواها انسبيسيشن سيكريشنز وحواليها انفلاماتوري سيلز، عندي دكت واسعه جواها انسبيسيشن سيكريشنز مش واضحه في الصوره دي وحواليها انفلاماتوري سيلز، انفلاماتوري سيلز اند فايبروزس من نوع الكرونيك. تمام، ده كده الميموري دكت اكتيزيا. يبقى احنا اخذنا البريست ديزيز اول مجموعه انفلاماتوري. اول ديز خدناه الاكيوت ماستايتس. الاكيوت ماستايتس ده بيجي الفيميل وهي لاكتيتنج، بتدخل البكتيريا اللي اسمها ستافيلوكوكاي عن طريق الفيشرز بتاعت النبل، تدخل تعمل اكيوت بريست ابسس، لو اتساب يعمل لها كرونيك بريست ابسس. طب الميموري دكت اكتيزيا دي عيانه في حوالين السن ال 45، بتجيلك ببولي ديفايند بيري ايرولار ماس او بنبل سكريشنز. تحت الميكروسكوب بنشوف ايه؟ بنشوف ان الدكت فيها دايلاتيشن، جوه في انسبيسيشن للسكريشنز، وحوالين الدكت في كرونيك انفلاميشن اند فايبروزس. طيب ثالث ديزيز عندنا هو الفات نيكروزس. الفات نيكروزس ده دي عيانه اتعرضت لتروما، خبطه في البريست، او الخبطه دي ممكن تكون جراحه سيرجري اتعملت في البريست، او اتعرضت لاشعاع في منطقه البريست. الفات نيكروزس الخبطه دي بتعمل ايه؟ بتخلي الفات سيلز اللي موجوده في البريست، احنا كنا لسه واصفين هيستولوجي قلنا ان الستروما بتاعت البريست مليانه فات. الفات سيلز دي لما اتعرضت للتروما بيحصل لها رابتشر، بيخرج منها الفاتي اسيدز، ده بيعمل حواليها انفلاميشن وفايبروزس، وكمان الفاتي اسيدز دي بتتحد مع الكالسيوم فبتعمل كالسيفيكيشن. فالبيشنت بتيجي تشتكي لك ان عندها هارد ماس، البيشنت بتيجي تشتكي لك ان عندها هارد ماس، ماس ناشفه قوي كده، مشكلتها انها بتخض العيانه لانها بتبقى كانها شبه المالجنسي، وبتخض الدكتور حتى في الاكزامينشن لانها بتبقى ناشفه عامله زي المالجنسي. او ممكن تكون الماس صغيره البيشنت مش حاساها، بس راحت تعمل ماموجرافي. ماموجرافي دي اشعه بتتعمل على البريست، بيعملوها من اجل الايه؟ المتابعه. في عند سن معين كده فوق ال 45 او فوق سن ال 50 بتتعمل بشكل ريجولر، اسمها ماموجرافي. فهي بتعملها، لقوا في كالسيفيكيشنز موجوده في البريست، كالسيفيكيشنز اللي هو اللون الابيض ده، فساعتها بناخد منها بايوبسي بتطلع فات نيكروزس. الفات نيكروزس عباره عن انه انفلاميشن وفايبروزس حوالين الرابتشر فات سيلز. يبقى انا دلوقتي عيانه الفات نيكروزس هي عيانه حصل لها تروما او سيرجري او ايه الراديشن اتعرض للبريست. الفات سيلز لما حصل لها رابتشر، لما انفجرت، حصل حواليها انفلاميشن وفايبروزس، واتحدت بالكالسيوم فحصل كالسيفيكيشن وتكونت هارد ميس، او انها شافتها بطريقه ثانيه اللي هي الماموجرافيك كالسيفيكيشن. مشكله الهارد ماس دي انها بتخض العيانه وبتخض الجراح، لانها بتميمك يعني تشبه الكانسر، بتميمك الكانسر يعني تشبه الايه؟ الاورو. تمام، طيب يبقى احنا عندنا الفات نيكروزس عباره عن ايه؟ عباره عن انها عيانه جايه نتيجه تروما او جراحه او تعرض الراديشن للبريست. الراديشن بيعمل تروما هو كمان للفات سيلز، فالفات سيلز بترابتشر وبيخرج منها، بتعمل حواليها انفلاميشن وفايبروزس، وبيخرج منها الفاتي اسيدز اللي بتتحد مع الكالسيوم فيحصل كالسيفيكيشن وتتكون هارد ماس. هارد ماس البيشنت حسيتها او هي بتعمل ماموجرام كمتابعه او لاي سبب يلاقوا كالسيفيكيشن. مشكله الفات نيكروزس انه بيخض العيانه، ليه؟ لانه بيبقى بيشبه المالجنسي او بيشبه الكانسر. اخر انفلاماتوري ديزيز موجود في البريست حاجه اسمها جرانيولوميتس ماستايتس. يعني ايه جرانيولوميتس ماستايتس؟ ده كرونيك انفلاميشن في البريست بيتميز بتكوين حاجه اسمها جرانيولوما. اخذنا في الجنرال ان احنا الانفلاميشن يا اكيوت يا كرونيك، وجينا للكرونيك انفلاميشن قلنا اما هو نون سبيسيفيك او سبيسيفيك. السبيسيفيك اللي هو الجرانيولوميتس. يعني ايه جرانيولوميتس؟ يعني تجمع من الهيستيوسايتس او الابيثيليويد سيلز والجاينت سيلز وممكن معاها شويه ليمفوسايتس. الجرانيولوميتس ماستايتس بيبقى ليه اسباب مختلفه، زي مثلا التوبركلوزس والاكتينومايكوزس، دول اشهر حاجتين ممكن يجوا في البريست. في اسباب ثانيه كتير بس احنا عندنا مثالين مشهورين اللي هو التوبركلوزس والاكتينومايكوزس. التوبركلوزس اللي هو الضرر اللي احنا اخذناه في اللونج واخذناه في الموديول الجنرال بالتفصيل، وبناخده كمان في معظم السيستمز واحنا ماشيين. الاكتينومايكوزس ده فانجل انفكشن، في يعني في منه نوع بكتيريال وفي منه نوع فانجل انفكشن برضه بيعمل جرانيولوميتس.
يبقى احنا المحاضره بتاعتنا النهارده بتتكلم عن الانفلاماتوري ليجنز اوف ذا بريست اللي هم اربع عناوين: اكيوت ماستايتس، ميموري دكت اكتيزيا، فات نيكوزس اند جرانيولوميتس ماستايتس. بدانا بالاكيوت ماستايتس وعرفنا ان هي عيانه جايه لي بين وتندرنس وسولن بريست، سالناها طلعت لاكتيتنج، عرفنا ان البكتيريا مشيت من المسكين ودخلت عن طريق تشققات النبل ودخلت في البريست عملت اكيوت ابسس اللي ممكن لو التابع تحول الى كرونيك ابسس. مين هي البكتيريا؟ ستافيلوكوكاي. ده كلمه مهمه عشان ممكن تيجي في سؤال ام اس كيو. طيب الديزيز الثاني ميموري دكت اكتيزيا، مين العيانه دي؟ دي عيانه في حوالين سن ال 45 جايه تشتكي لك من ايه؟ من ماس حوالين منطقه الاريولا، او جايه تشتكي من سكريشنز نازله من النبل. تحت الميكروسكوب اكتيزيا يعني دايليتد داكس، جواها انسبستيتد سكريشنز وبراها بيريداكتال انفلاماتوري سيلز من النوع الكرونيك، لينفوسايتس، بلازما سيلز، فومي ماكروفاجز، جوينت سيلز اند فايبروزس. الانسبستيتد سكريشنز دي هي دي اللي بتنزل عن طريق النبل، فبتبقى بتعمل الفيسكس سكريشنز دي. ثالث ديزيز عندنا انفلاماتوري هو الفات نيكروزس، ده بتحصل نتيجه تروما او جراحه او الراديشن. الفات سيلز بتربتشر وبيحصل حواليها انفلاميشن وفايبروزس وكالسيفيكيشن. فالعيانه بتجيلك وهي عندها هارد ماس او بالماموجرافي بتشوف كالسيفيكيشنز، وفي الحالتين دول بيخضوا العيان وبيخضوا الدكتور. ليه؟ لانها بتشبه الكانسر. طبعا احنا هنفرقهم تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب هنشوف انفلاميشن وفايبروزس حوالين الفات نيكروزس ده، فهنطمن ان مفيش مالجنسي ولا حاجه. اخر انفلاماتوري ديزيز هو الجرانيولوميتس ماستايتس، وهو كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن بيبقى فيه جرانيولوما زي التوبركلوزس والاكتاينو مايكوزس. كده احنا وصلنا لاخر المحاضره بتاعتنا. عرفنا ان احنا النهارده اخذنا انفلاماتوري ليجنز اوف ذا بريست اللي هي الاكيوت ماستايتس، ميموري دكت اكتيزيا، فات نيكروزس اند جرانيولوميتس ماستايتس. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم.